السلام عليكم. اليوم رانا على ضفاف وادي الحراش على مستوى الجسر نتاع طريق السيار الشرق غرب، إذن وعلى مستوى براقي، إذن فيه أشغال نتاع التهيئة نتاع الضفاف نتاع وادي الحراش. إذن على هذا المستوى، وهنا نشوف على اليمين رانا نتقربوا للجسر نتاع طريق السيار الشرق غرب، ونلاحظ أنه فيه تراكم نتاع الأتربة على الضفاف نتاع الواد، وهنا فيه مصب نتاع واد جزئي جاي من الجهة المقابلة. نلاحظ أنه فيه التقاء مجاري نتاع المياه على هذه المنطقة، ويحدث تراكمات للأتربة. وهنا نشوف الجسر نتاع طريق السيار اللي كما قلنا ينطلق من طريق السيار شرق غرب في المنطقة الموجودة مع عند مخرج مدينة براقي باتجاه إذن بيرتوتا وباتجاه الغرب بصفة عامة. إذن هنا نلاحظ دائما وأبدا مشكل الصيانة والحفاظ على الأشغال المنجزة، فيه تدهور للمكان هذا بسبب غياب إذن الصيانة. لازم تكون الصيانة مستمرة، خاصة وأنه المشروع هذا غير ممكن تسليمه كاملا في مرة واحدة، لابد التسليم دياله يكون على مراحل وبتسليم أجزاء منه كل مرة، ولابد من الجزء المسلم يكون يخضع لصيانة مركزة لحفاظ على الأشغال المنجزة. وكذلك في لابد تكون فيه عملية نتاع زرع الأشجار على طول يعني الواد هذا، لابد من التشجير، وكذلك تحسين النوعية نتاع الأشغال بإضافة مثلا الزهور أو تكثيف يعني وضع طاولات وضع للناس وضع يعني تحسين الظروف نتاع التهيئة، هذه تكون أكثر ملائمة للزوار. لكن للأسف المكان هذا رغم أنه تم يعني التهيئة العامة عندها سنوات من اللي تم التهيئة تاعه، لكن لم يسلم ولم يطور، ما فيش تطوير للتهيئة هذه، ما فيش تشجير، ما فيش غرس أشجار، ما فيش جلب أضواء، ما فيش يعني المكان ما زال التهيئة ما سترافاي سومير يعني تهيئة عامة غير دقيقة، فالأمر يحتاج إلى أكثر عناية. إن شاء الله الآن فيه مؤسسة اللي تم استحداثها على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، والمختصة خصيصا في يعني الصيانة والتسيير هذه الفضاءات على ضفاف الحراش، إن شاء الله تتكفل بتحسين يعني المحيط هذا وتطويره ويعني جلب أماكن نتاع يعني أماكن لائقة للعائلات بصفة عامة. وهنا نلاحظ الجسر تاع طريق السيار شرق غرب، إذن هذه هي التهيئة اللي يعني أقل ما يقال أنها ناقصة كثير
يعني فيه أمور كثيرة تنقص، ملاعب للأطفال، ملاعب تاع الرياضة، فيه أمور كثيرة ناقصة. وأكيد يعني أنا أتفهم، ولابد الناس تفهم بأن المشروع هذا ضخم وكبير جدا، وفيه عمل كبير ينتظر. يعني التهيئة فيها يعني مراحل. الآن المرحلة الأولى نتاع التهيئة انتهت، نتاع التهيئة العامة بصفة عامة، يعني الاستابيليزاسيون تاع ليطالو، ليتيراسمون، هذه الأمور هذه كلها انتهت. ما زال العملية نتاع يعني التدقيق في التهيئة، يعني لافينمون يكون فيه عمل فني وعمل دقيق يعني من ناحية التهيئة. مازال فيه أشغال تنتظر، وهذه الأشغال ما تنتهيش، لأنه العمل هذا احنا فيه عملية تاع صراع مع الواد، لأن الواد يتحرك والأرضية تتحرك. إذن فيه العمل نتاع الصيانة نتاع الضفاف نتاع الواد هذا، تكون عملية متواصلة ومستمرة على مدى السنين المقبلة. لازم يكون فيه يعني عناية مركزة باش يبقى له طالو، وتكون فيه كذلك العناية بالفضاءات المغروسة. لازم تكون أشجار، وتكون عناية بالأشجار هذه والأزهار، وقضية النظافة تاع المكان. لازم تكون فيه عناية، ولازم تكون فيه جلب الأضواء، يجي يعني الإكليراج يكون كاين، ويعني أمور كثيرة مازال لازم توضع في هذا التهيئة، اللي أكيد هي يعني بفضل هذه كل هذه الأشغال سوف يصبح واد الحراش شريان تاع المدينة تاع الجزائر. يعني يكون خاصة وإذا كان فيه بنايات جميلة سوف تبنى على الضفاف نتاع الواد، فيه يعني إضافات، ويعني دي يعني على ضفاف الواد سوف يكون شريان حقيقي وواد حقيقي للمدينة تاع الجزائر العاصمة، ويكون محج ومزار للعائلات الجزائرية اللي تقضي يعني أوقات الراحة فيها. إن شاء الله أمور تتطور في هذا الاتجاه، ولن يكون هذا إلا بالعملية تاع التشجير. لازم تكون فيه عملية تاع التشجير، ويكون فيه عملية تاع الصيانة مستمرة. والمؤسسة هذه اللي تكلمنا عليها، ومؤسسة إيكو هذه الذي تم استحداثها على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، سوف تتكفل بكل هذه الجوانب مع المجتمع المدني ومع الجماعات المحلية، اللي لازم تشارك في يعني بلورة هذا المناخ الجديد اللي يعبر على مدينة الجزائر، واللي إن شاء الله يرجع بالفائدة للعباد وللبلاد. نترككم إذن، نكتفي بالقدر، نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم. فهمتني؟ نخير بلايص اللي الملاح نخليهم، واللي مش ملاح نسيبريميهم. وان كان وهنا نشاهد الجسر، هذا الجسر نتاع طريق السيار اللي ما بين مدينة براقي باتجاه اذا الجهة الغربية للوطن. اذا وهنا رانا خارجين يعني من المنطقة هذه. اذا هذا المخرج نتاع المنطقة هذه هنا باتجاه طريق السيار. إذن مرة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.